التحالف المالي والتكنولوجيا والسياسة هو الشكل الجديد لخارطة الوصول إلى البيت الأبيض. التحالف الذي رسم ملامحه وترأس قطبيه دونالد ترامب وإيلون ماسك، فماذا يدور خلف كواليس التحالف بين الرئيس السابق لأمريكا والمرشح الجمهوري للانتخابات المقبلة وبين الملياردير الذي غزا جميع مفاصل التكنولوجيا في العالم؟ تفاصيل الاتفاق كشفته صحيفة وول ستريت جورنال، متضمناً وجود مباحثات بين ترامب وماسك لمنح الأخير منصباً استشارياً في حكومة ترامب في حال فوزه بالانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024. تلك المباحثات التي جاءت بعد فترة من الخلافات بين الطرفين، على الرغم من إعادة إيلون ماسك تفعيل الحساب المغلق للرئيس السابق على منصة إكس بعد شرائه لها. وعلى الرغم من عدم الكشف عن طبيعة المنصب الذي يدور بشأنه التحالف، إلا أن ترامب وماسك ومعهم ملياردير آخر يدعى نيلسون بيلتس ناقشوا باجتماع خاص في فلوريدا قضايا الهجرة والتكنولوجيا والعلوم والفضاء ورسم طبيعة تأثير ماسك بسياسة أمريكا المتعلقة بأمن الحدود والاقتصاد، ووضع خطة للاستثمار بمشروع قائم على البيانات لمراقبة عملية الاقتراع ومنع احتمالات الغش الانتخابي. فما يواجهه ترامب من صراع نحو البيت الأبيض أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن ليس سهلاً، وبالتالي كان استقطاب إيلون ماسك للاستفادة من شعبيته ودعمه في الانتخابات أكثر الحلول عملية في التأثير على الناخبين، خاصة داخل دوائر النخبة وأوساط الشباب والمهتمين بالتكنولوجيا، حيث بدأ ماسك باستضافة حلفائه السياسيين وتجمعات قادة الأعمال والأثرياء في أمريكا بهدف إقناعهم بعدم دعم حملة إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن وتقويض قاعدة الدعم المالي له، حيث يعتقد أن هذا المشروع سيلعب دوراً محورياً في حملة ترامب الانتخابية المقبلة وتجاوز مزاعم الغش التي شابت نتائج الانتخابات السابقة. المتتبع لواقع المنافسة بين ترامب وبايدن سيدرك حجم التحول الكبير بالمشهد السياسي الأمريكي عقب دخول إيلون ماسك على خط دعم الانتخابات الرئاسية. فالواقع بات يجمع بين شعبية ترامب الذي حاز على تأييد عدد من الولايات الأمريكية وبين نفوذ ماسك وتأثيره في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. ذلك التحول الذي سيكون له أثر لا يستهان به على الحملات الانتخابية الأمريكية المقبلة وعلى رسم وتحديد توجهات السياسة الأمريكية. الكشف عن طبيعة تفاصيل التحالف الجديد جاء في خضم معارك يخوضها ترامب أمام القضاء الأمريكي الذي أدانه ب34 تهمة في قضايا أموال الصمت وانتظاره لصدور العقوبة يوم 11 من يوليو المقبل. وعلى الرغم من أن الحكم الصادر لن يمنع ترامب من مواصلة حملته الانتخابية، إلا أنه يمثل تحدياً إضافياً أمام الرئيس السابق بمسيرة عودته إلى البيت الأبيض. فترامب وصف المحاكمة بالمزورة وأن التهم المنسوبة إليه غير صحيحة، معولاً على الحكم الذي سيصدره الناخبون خلال الانتخابات الرئاسية. وهنا سيبقى يوم 5 نوفمبر 2024 الحد الفاصل بين عودة ترامب للرئاسة من عدمها. وفي حال وصوله سيقرر ترامب الدور الذي سيلعبه أي فرد في رئاسته بضمنهم إيلون ماسك.